شدد النكير على أحد أصحابه رضوان الله عليهم حين رآه يشير بحديدة إلى أخيه يخيفه بها. أرعته؟ قال أخفته؟ إن روعة المؤمن عند الله شيء عظيم. أن تخوف أخاك المؤمن ليس أن تطلق عليه النار في المليان، ليس أن تمزق أحشاءه وجسده، أن تخيفه عند الله شيء عظيم، شيء عظيم عظيم.